تشهد أسواق بيع الأغنام والمواشي في ريف حماة انخفاضا ملحوظا بعد حملة القصف الأخيرة والتي أدت بدورها إلى هبوط أسعار المواشي بنسبة تجاوزت 45% مقارنة بالأسعار خلال الشهور الماضية. أبو مخلص أحد مربي المواشي وغيره الكثير من المربين كانوا من المتضررين بعد تراجع أسعارها وعدم قدرتهم على تسويقها، وعزى أبو مخلص هذا التراجع إلى عوامل عديدة. إيش وضع السوق؟ وضعه بهدلة، شو تعبان؟ الطفاش نزوح وبهدلة وشرشحة، وين داعي؟ لا حد مشتري غنم، لا حد مشتري خيوط، وذبحنا الجوع والبرد والكذا، وين؟ الحلال ببلاش عن كب وكب، ما حد عاد يشتريه. بأربعين ألف عجة رغوث ولا خروف، مو حرام؟ والله حرام. انخفاض أسعار المواشي أسهم في المقابل بانخفاض أسعار لحومها لدى الجزارين، حيث انخفض سعر الكيلو من لحم الخروف إلى النصف تقريبا. أما عن تهديد الثروة الحيوانية فلم يعد هذا محط اهتمام التجار، حيث لا يفرقون في الذبح بين الذكر والأنثى، مما زاد من خطر فقدان الأنواع الجيدة من المواشي، ويفضل التجار هنا الأرباح العالية. كان السوق كويس، صارت حركة النزوح، هلق ما في أسواق، يعني تكلفة الناجة من عتبيعها تكلفتها مكلفة المربي بشتي ما يجيب حق أخي وعلى فهل يوم عاد تنباع الناجة وراها 50-45، يعني عاد تأكل 6000 بالشهر، احسبها على دور السنة أخيو، يعني الزلمة خسران حق العلف مو بس حق الناجة. غياب دور الجهات المسؤولة بعد تراجع هذا النوع من المواشي من جهة، ومن جهة ثانية حرب النظام وحصاره للمناطق المحررة أدى إلى انهيار وتراجع الكثير من الثروات، ومنها الثروات الحيوانية ومنتجاتها التي كانت إحدى أهم الثروات في الاقتصاد السوري. انخفاض أسعار المواشي هنا بريف حماة بات عنصرا يهدد الجانب الاقتصادي لدى المربين والتجار، حيث تعتبر مهنة تربية المواشي بالنسبة لهم هي مصدر رزقهم الوحيد. فراس كرم، أورينت نيوز، ريف حماة.